الاختصاصية والباحثة بعلوم الغذاء والتغذية دكتورة كارلا حبيبة مراد، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. مش الصورة؟ ما قدرت حتى ستوري. خلاص حطيها. لا. انا بحكي عن جاي شهر رمضان لازم ناكل منيح، حطيها. لا خلص عم نحضر السلايد. اوكي طيب، نحن على ابواب شهر رمضان. نعم. عن جد بنتمنى للناس اللي بدها تصوم بهالظروف الصعبة، بهالشيء اللي عم نعيشه، عن جد يكون شهر مبارك ويقدروا عن جد يعيشوا روحانياتهم ويقدروا يستفيدوا من هالشهر الفضيل. الغذاء كتير مهم بشهر رمضان، والصوم وتحضيرا للصوم والأطعمة والغذاء اللي إذا بدك السليم كتير مهم بهذا الشهر. بقى كيف بدنا نتحضر لشهر رمضان؟ أول شيء مثل ما قلت ميلاد، نحن دايما أوقات شهر رمضان الكريم منفكر نحضر أكل قبل بوقت، نجيب يمكن كميات أكل كتير. وهلأ بعرف كل الأسر بلبنان وحتى كمان بالوطن العربي صارت الأمور كلها صارت أغلى، ومش دايما عم لاقي كل البدنية. بس هون بدي أقول للجميع أنه الغذاء الصحي والمتنوع خلال شهر رمضان المبارك مش بالضرورة أنه نحن نكتر ولا نجيب أشياء سعرها غالي. هلأ طبعا بطبيعة الحال بدأ ترتفع الأسعار لأنه دايما هيك بيصير بشهر رمضان. فهون أنا رح ركز على الأمور اللي هي لازم نتبعها لحتى نكون عم نتغذى، لأن أهم شيء يكون عم يوصلنا الغذاء المضبوط بعد نهار طويل من الصيام، ويكون منوع. لأن تعرف مائدة رمضان أكيد لازم تكون منوعة. فرح أبتدي بالأول بالإرشادات العامة اللي نحن عادة منحب نذكر فيها، واللي بعرف أنه الكل بيعرفها بس ما بيمنع التذكير، وهو ضرورة تناول الإفطار طبعا والسحور. كتير أشخاص ما بياخدوا السحور، وجربوا خدوا الوجبات، يعني نقسم إذا بدنا وجبة الإفطار لوجبات صغيرة كمان لحد السحور. في كتير أشخاص بينزعجوا، هاي رح نحكي عنها أكتر شو لازم نعمل حتى ما نحس بالخمول دغري بعد وجبة الإفطار. فكتير مهم أنه ناخد ما ناخد كل يلي نحن بحاجة له ببلوك واحد. صح، ببلوك واحد. كتير مهم كمان أنه ناخد السحور مباشرة قبل صلاة الفجر، لأنه عم بلاحظ من كتير من الأشخاص بيتناولوا الفطور على الساعة، السحور عفوا على الساعة واحدة بعد نص ليل، وهو لا، وحده خلص على الساعة صارت الساعة 4-5 هضمناهن. فأفضل قد ما فينا نطول هالفترة لحتى وجبة السحور تضاينا قد ما بنقدر، ما رح تضاينا كل النهار بس انه اتليت لنص النهار ساعدنا بانه لأطول مدة ممكنة. وطبعا تجنب الافطار، تجنب الافراط بالاكل على الافطار لاسباب كثيرة، سوء الهضم، الخمول وغيرها، ونشرب كمية كافية من المي. وهلا بنرجع بنحكي كمان على هيدا الامور. هلا نحن كاشخاص عم نحضر شو لازم ننتبه، شو هن الأمور اللي لازم ننتبه لها خلال تحضير أو خلال التسوق لهلأ قبل بوقت. صح. وهون كمان على الهامش بس بدي أقول، في كتير سألوني هل ممكن فرز، هل بقدر فرز الأطعمة أو تلج الأطعمة قبل بوقت؟ لأن هلأ طبعا بركة عم نحضر رقاقات، عم نحضر فطاير، أكيد فينا نتلج، ما في أبدا أي مشكلة. وحتى إذا عم نتلج لحوم، يعني سمبوسك ولحم بعجين وهالقصص، مهم أنه وقتا ندوب التلج عنهم ما نرجع نتلجهم مرة تانية. فأهم شيء نختار الحبوب الكاملة. دايما برجع بعدد قد ما فينا نستعمل برغل، نستعمل الفريك، إذا منقدر الرز الكامل، لأنه بيعطونا شبع لوقت أطول. حتى إذا عم نجرب نعمل معجنات قدر المستطاع نخلط بين أنواع الطحين. زيت الزيتون استعملوه بدل أي نوع زيوت، وما تستعملوا زيت بكميات كتيرة. أول شيء صحيا أحسن، وتاني شيء طبعا نعرف هلأ نحنا الأوضاع وأسعار الزيت والزبدة وغيرها، فمنستعمل زيت الزيتون بكميات قليلة بيعطينا طعم كتير طيبة. وصدقوني بلا ما نقلي هالموسم، موسم رمضان هلأ هالسنة، خدوا وعد على نفسكم انه ما بدي انه بلا ما نقلي منوفر زيت ومنوفر مشاكل صحيه.
طبعا اللحوم والاسماك ضروريه، لازم ناخذ بروتين على غذائنا او على 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 الوجبه، بس معليش اذا قطع كم من نهار من دون ما يكون في لحوم. نتكل مثلا على الفته كوجبه كامله ل كوجبه الافطار الكامله. ليه لا؟ انه ليش الفته تكون مثل ما بيقولوا طبق جانبي او تكون من المقبلات؟ خليها تكون الطبق الاساسي وعم نستفيد وعم نتغذى من دون ما ناخذ لحوم. هلا بدنا قد ما فينا نستبدل العصائر بالفاكهه، لانه بتعرف كل عصائر رمضان فيها سكر كتير، ونجرب قد ما فينا ناخذ الحلو بكميات معتدله. بنرجع بنحكي عن الحلو اذا عندنا وقت. فهلا انا وياك رح نجرب نشوف استبدلات. يلا جاهزين؟ بشو بنستبدل شو؟ بشو بنستبدل شو؟ يلا بنشوف الصور. بنشوف الصورة. يلا عم تقشعون او بدك اقراهم؟ اوكي. مثلا بكل انواع الشوربة، بعرف هلا الناس بتحب كثير الفطر والهليون بصلصة الكريمة، بس هو افضل انواع الشوربة هن شوربة العدس او الخضار، وهن اطيب انواع الشوربة. صح. صراحة ما بعرف كيف ناس بتستبدلون عن جد وبيشبعوا وبيغذوا بنفس الوقت 100%. وقت نحكي سلطات يعني اكيد الفتوش او التبولة. بعرف كتير اشخاص بتحب سلطة المايونيز، ما يعرف بالكولسلو اللي هي بتلبق بعد انواع الاطعمة، بس لا خلينا على الفتوش. انا اصلا بس يفوت شي فيه مايونيز ما عاد بعتبره سلطة، يعني عن جد صار وجبة لدرجة انه ما عاد يعتبر سلطه. صح. بالنسبه للمقبلات، شوف لي هالمقبلات بتحبهم؟ ورق عنب بزيت، باذنجان متبل، هند بزيت، لوبيا، هول هن. هلا لكن الكبه المقليه طيبه ورقاقات كمان. ايه بس انه بس يعني انا بس بدي اقوله انه نشكل، يعني عندنا 7 ايام بالاسبوع، خلينا كل يوم نختار صنف مختلف، مش كل يوم بيكون عندنا بس معجنات. وطبعا قد ما فينا بكل شيء، مثل اذا فينا نستبدل او ندخل البرغل اكثر بدل الرز، او نستبدل البطاطا العاديه بالبطاطا الحلوه بيكون كمان صحيا افضل. لانه البطاطا الحلوه فيها مغذيات اكثر، فيها فيتامينز اكثر، فيها ماده الكاروتين اكثر، وفيها الياف اكثر من البطاطا العاديه. حلو. لليلي بحبها طبعا. حلو. وكمان مثل ما قلتي خبز الصاج بنستبدله، او الخبز القمح، خبز الصاج بدل خبز القمح كامل. هلا بدنا نشوف بالنسبة للمشروبات، انت برأيك شو احسن نوع من المشروبات؟ اكيد منه الجلاب. صح، مش الجلاب. عندك جلاب، قمر الدين، تمر هندي، هيدا نشوف لبن عيران. عم بتغش يا ميلاد. لبن عيران. ليش لبن العيران؟ لانه اذا شربنا لبن العيران بيعطينا طبعا البروتين، بيعطينا ماده الفوسفورس اللي هي بتنقصنا كثير خلال فتره الصيام طبعا، واذا اخذنا مع حبه تمر عم تعطيك السكر اللي انت بحاجه له، بينما العصائر بتعطيك سكر كثير بيخليك تحس بالتعب وبالخمول، وانت منك بحاجه لهالقد كميه من السكر الموجوده بالعصائر. هلا طبعا بالحلو، هلا عندك لائحة طويلة عريضة. أنا هون بدي هيك أدعي كل المشاهدين يتابعوني على صفحتي على التواصل الاجتماعي، رح أحكي بالتفاصيل عن كل شيء، عن الكالوريز بكل أصناف الحلو طبعا، لأن إحنا هون ما بنلحق نحكي عن كل شيء بالفقرة. فقد ما فينا نتجنب الحلويات اللي كتير فيها قطر ومقلية، ونستبدلها بأصناف السكر اللي فينا نتحكم فيه وما بتحمل او ما بتاخذ دهون كثير. معموله بالبيت بركي، معروف. صح. شو محطوط فيها. صح. مثلا قطايف، رح اعطي وصفه قطايف. الجاتو عادي ما بيمنع. فينا كمان للا نحط اشياء فيها قشطه، بس انه نعملها القشطه الكذابيه يعني مع حليب وسميد مثلا، وما بيمنع مثلا صفوف. حتى اذا فينا نعمل القطايف بجبنه او بجوز، هيدا اكيد فيها تكون مشويه مش مقلية. وضروري ان
نفكر بالوجبات الخفيفة، لأنه من نقرش كتير خلال الفترة اللي منكون نحن سهرانين فيها، فنفكر بأفكار صحية أكتر. مثلا أكيد نحن ما عم ناكل خضرة كتير، يمكن ناكل صحن الفتوش وبس، بقى نفكر نقطع جزر، نقطع مثلا فواكه، البوميلو هلأ بعد في منه بالسوق الجريب فروت الكبير، فينا نقشرها كمان تكون طريقة نتسلى فيها خلال السهرات. هلا ما بيمنع ناخذ شوية مكسرات، يعني انه اوكي بس خليها تكون بكمية، فيها تكون كمان مكسرات نية، يعني مش ضروري تكون محمصة ومليانة ملح. اذا محمصة ماشي الحال، بس مثل ما قلت من دون ما يكون فيها ملح كتير. واتذكروا بس بالاخر، ما بعرف اذا بعد عندي وقت، بس هون بدي ما في اذا فينا من لحق نحط مثل عن افطار صحي حضرتي لنا اياه، في صورة رح نشوفها. رح نشوف يعني هيدي طبعا صورة عامة، فينا نحن نشكل مثل ما بدنا. هو الـ 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 مثل ما بيقولوا المثالي، انه انا مرق شي سوائل من الشوربة، اكيد الخضرة من صحن الفتوش او السلطة، واي شي بيعطينا نشويات وبروتين، يعني بيقدر يكون رز على الدجاج، بيقدر يكون صيادية، بيقدر يكون كب بلبن، كل هالاصناف هيدا بكفي لحتى انا اخد كل المغذيات البديهة على الافطار. فاذا شفنا لبن وشفنا تمر وشفنا شوربة وشفنا سلطة وبروتين وشوية رز، وهيدا الرز هلأ بيقدر يكون كامل. رز كامل يكون افضل، اذا ما كان رز كامل معلش انه تاني نهار بناخذ، لان بعرف في اشخاص يمكن ما كثير بحبوا الرز الكامل. رح اعطي بعض الافكار عن الوجبات الخفيفه كمان رح نشوف صوره. فهون كمان فينا نقطع، اذا ما اخذين شيء لبن على الافطار، فينا ناخذ كاسه لبن نحط لها شويه فاكهه مجففه، تمر، نرجع فينا ناخذ صفوف كتحليه، كل انواع الخضار مقطعه. وإذا مثل ما كنا عم نحكي عن مكسرات، إذا بتكون محمصة معلي نجرب ما نشتريها مقلية، وإذا نية بيكون أحسن بكتير. هلأ في كتير ناس رح يكون عندهم مشكلة كمان مع شرب المي، صح؟ فكل ما قدرنا نمرق مي من بعد الإفطار، لأن بعرف في أشخاص بيقولون أنه أنا إذا شربت مي خلص بشبع، بطل أقدر أكل، صح؟ فبالأول أكيد بدنا نشرب مي لحتى نكون كتير عطشانين، وبعدين بنرجع منمرق بعد كميات. في عنا كمان سحور مثالي، صح؟ يلا. سحور صحي، وهون أنا عطيت عدة خيارات، فعطول نفكر أنه بدنا مصدر للنشويات المركبة، لأنه كل ما كانت مركبة وفيها ألياف كل ما ضاين معنا السكر بجسمنا لوقت أطول. يعني أنا بدي فيق الصبح في عندي طاقة مش تعبان، فينا ننقي لبنة أو جبنة كمصدر للبروتين، فينا ننقي فول وفينا ننقي بيض، أي شيء من هيدول لازم يكون موجود، لأن البروتين بيخلينا نضل شبعانين لوقت أكتر، مع أي مصدر من الفواكه وأي مصدر من الخضرة. ما ضروري تكون وليمة إذا ما عنا شهية للطعام على وقت السحور، بس ولو قطعة صغيرة لحتى ترطب لنا جسمنا، لأن حتى لو شبت مي، لو شبت سورات أو شاي، ما رح يرطبوا لي جسمي كافي، فبدي شيء يساعد أكيد. فيها تكون تفاحة، فيها تكون موزة، فيها تكون أي نوع، فيها تكون برتقانة، إذا نحن قادرين الصبح ناخدهم. ما طبعا للأشخاص اللي أبدا ما قالوا نفس يأكلوا شيء، ما بيمنع نعمل شيء بيشبه مثلا الشوفان بالحليب، القمح المسلوق كمان مع الحليب، ممكن نعمل مهلبية أو رز بحليب كمان، ليه لأ؟ بيساعدوا، مهم يكون فيهم قطر كتير، لأنه السكر بيرجع بجوع، كترة السكر بترجع بجوع. وآخر صورة، وآخر صورة عن السكر. بس لحتى نذكر أنه الحلويات هي من الأطعمة اللي أكتر شيء بتساهم بزيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، بقى بدنا نجرب قطعة الحلو شو ما هي عم ناخدها، ما تتعدى 200 سعرة حرارية، يعني هي بدها تكون ربع قطعة من الكلاج، أو إذا منحب الكلاج اللي هو ني مش مقلي، بتوفر على حالك كتير من السعرات الحرارية. يعني على امل برمنا البرمه، اي 100% اكيد ان شاء الله. كمان بحلقه تانية حنحكي اكثر مع ونساعد كمان الصائمين على انه كيف يختاروا هالغذاء مثل ما قلتي السليم والمفيد وغير المتعب واللي بيساعدهم يعني يقوموا بفرائض رمضان. شكرا كثير لك، شكرا لك كارلا، بنشوفك الاسبوع الجاي. الله رب.